السلام عليكم، معكم الشيف أمير عنبتاوي من مطبخ هلا. بنقدم اليوم إن شاء الله رقبة محشية في رز ومكسرات من مطعم بلقيس في كفر قرع، أو مطبخ بلقيس في كفر قرع. ميت أهلا وسهلا. عنا رقبة في حجم وسط، مندهنها زيت زيتون، الرقبة تعتبر وجبة شعبية الكل بحبها. في عنا هنا السبع بهارات اللي هني جوزة الطيب، القرفة، الهيل، الفلفل، السماق، الفلفل أبو ريحة، الفلفل الإنجليزي، جوزة الطيب من تغمرها في البهارات. عندنا الفلفل والملح كمان مندهنها زيت. تعلمنا شغلي من الختياريات انه كانوا دهنوها لبن منشان اللون ومنشان الحموضة، ففي مجال. طبعا بإضافة البهارات توابل. هلا نيجي بعد ما فتحنا الرقبة بهذا الشكل، نحشي الرز اللي هو عبارة عن ثلاث ارباع استوى، مش على الاخر عشان ياخذ السوى الكامل داخل الرقبة. طبعا مندهن ورق القصدير بزيت حتى ما تكون عملية تلصيق. احنا هنا في مطعم بلقيس بنقدمها على المدخنة في طريقة، بنعمل عملية تبخير، بنحط مي معطرة. اما ست البيت بتسويها، ممكن تعملها على طريقة البخار في طنجرة او في طريقة الفرن. هي بدها من ساعتين ونص لثلاثة تتكون جاهزة. نيجي من اللفة، نعطيها كمان طبقة. طبعا هي وجبة رئيسية غنية، تقدم مع الرز. ممكن الحشوة كمان تختلف، نحط فيها فريكة، نحط فيها مكسرات، بس هذا الاشي الدارج والاشي الشعبي والكل بحبه. بس اجى وقت الفرن، ثلاث ساعات ونص، من ساعتين ونص لثلاثة. واهلا وسهلا فيكم. بعد مرور ساعتين ونص أصبحت الرقبة جاهزة. بعد ما حطيناها في الفرن، طبعا شكل التقديم له، هات الرز من جوا، كمان منزينها في صنوبر. واضح شوية بقدونس
قلنا تتقدم مع لبن أو ممكن شوية سلطة حسب الرغبة. ممكن إضافة الرز هون. بنقدمها مع الرز. صحة وهنا الوجبة جاهزة. ميت أهلا وسهلا فيكم. صيام مقبول وإفطار شهي. أهلا وسهلا. معكم الشيف منال أنبتاوي، عضو في جمعية المستقبل للطهاة المحترفين. وصفتنا لليوم رح نقدم البقلاوة بالقشطة على طريقة شيف منال. بتأمل تنال إعجابكم. المكونات لليوم اللي رح نستخدمها: عنا عجينة الفيلو، عنا زبدة، عنا شمانة حليب وكل المكونات اللي شايفينها. بس منسخن الزبدة نسيحها. هذا هو نبلش ندهن العجينة على الوجهين. عشان ما تتكسر العجينة معنا نحاول قدر الإمكان بسرعة. كل أربع قطع هني رح يعملوا لنا حبة واحدة. نجيب القالب. الحلو في هذا العجين انه باخذ شكل القالب بس يفوت على الفرن. نكمل نعمل كمان واحدة. هيك صارت الحبات عندنا جاهزة تدخل الفرن. بنملي الصينية طبعا بنفس الطريقة، ندخلها الفرن بدرجة حرارة 180 بين 7 ل 10 دقائق. نرجع نجهز الحشوة تبعتنا. نبدأ بالقشطة. رح نستخدم كوب شمانة ميدوكا اللي هي كريمة الخفق، كوب حليب، ثلاث ملاعق نشا، ملاعق سكر كبار، خفاقة. نحرك قبل ما نحطهن على النار. مع التحريك المستمر لحد ما يتقل ويغلي الخليط. بهاي المرحلة بنقدر نضيف له ماء الزهر لنطعمه. تقريبا
3 نقاط. طبعا كل الوقت تحريك مستمر، ممنوع نترك القشطة على النار بدون التحريك المستمر. بلشت تشد، صارت جاهزة عنا، نقدر نقيمها عن النار، نبدأ نعمل التوت المطبوخ. رح نحط كمية التوت، على الميزان طبعا، عنا الكمية الموجودة عنا، ناخذ تقريبا 200 جرام، نص الكمية عنا سكر، نحطها على النار مع عصرة ليمونة. التقليب تأخذ هاي العملية تقريبا 10 دقائق بالكثير عشان ينطبخ عندنا التوت ويصير جاهز للتقديم زي ما لازم. طبعا مش شرط نحرك كل الوقت، نتركه على النار ومنحركه من وقت لوقت، بس نحس بلش يغلي زي ما انتم شايفين، ما بيطول، ما باخذ وقت. طفينا تحته، الحين نطلع كمان البقلاوة من الفرن، صارت جاهزة. عملت كمية أكبر، عنا العجين مخبوز وجاهز، عنا التوت جاهز والقشطة جاهزة. طبعا استنينا عليهم تا يبردوا، وأسا رح نبدأ نجهز الوجبة بالصحن عشان نفرجيكو الشكل النهائي لإلها. أسا رح نبدأ نجهز الشكل النهائي للصحن. طبعا هاي الطريقة، طبعا كل ست بيت بتعرف الصحن الملائم للوجبة تبعتها. نجهز، نجيب القشطة، كيس التزيين،
القشطة طبعا حطيناها في الثلاجة شوي، بردناها عشان نقدر نستعملها بطريقة ملائمة. عنا القشطة جاهزة، العجينة جاهزة، والروتي في التوت جاهز. نبدأ في التوت، نحط بقاعدة بشكل حلو، نحاول نحط القشطة فوق التوت بهي الطريقة كمان مرة. على الطرف كتير بيعطي لون حلو وكمان طعم مميز. أنا متأكدة وصفة رح تعجبكم، طعم مميز ونكهة بيتية رمضانية. آخر مرحلة رشة سكر بودرة هيك يكون صحننا جاهز. ألف صحة وعافية، رمضان كريم، صحتين وهنا.